طيب نروح لزيزو لاعب منتخب مصر اللي قال ان حظوظ المنتخب في كاس امم افريقيا 2023 ما زالت قائمه. قال كمان يمكننا الوصول لابعد نقطه في البطوله وحصد اللقب، لا يوجد ما يسمى بالبطوله السهله، خاصه ان منتخبات افريقيا الان بتضم نجوم بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه، واتمنى حصد لقب البطوله الافريقيه. قال كمان انه بيحلم باللعب في الدوري الانجليزي، الا ان الحلم ده مش بعيد عليه ما دام بيسعى وبيجتهد ان هو يحقق ده. طيب البطوله من حق كل اللعيبه تحلم بيها، ومن حق الجمهور المصري انه يحلم بالبطوله، ولكن كمان احنا محتاجين ان ده يترجم في ارض الملعب، مترجم يعني يترجم ان احنا نشوف منتخبنا ونبقى مطمنين عليه. مباراه كاب فيردي يا جماعه مباراه مش هتكون سهله. الناس اللي فاكره او بتتكلم وبتقول لك اصل كاب فيردي ضمنت التاهل فممكن تسيب المباراه لمنتخب مصر، ما فيش حاجه اسمها كده في افريقيا، فيش حاجه اسمها كده. كاب فيردي هيجي يلعب عايز يفوز، ما هو هيتكتب له في التاريخ انه فاز على منتخب مصر لما كان بيضم فلان وفلان وفلان. لا لا مفيش الكلام ده خالص. فان شاء الله بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا، المباراه اللي هتكون يوم الاثنين باذن الله، ويقدر ان هو يتخطى كاب فيردي بكل نجومه. كاب فيردي اسكواده اسكواد محترم جدا جدا جدا، يعني حاجه كده اسكواد محترم ولعيبه وكواليتي وفنيات وقول زي ما تقول. فان شاء الله كل الامنيات لمنتخبنا ان شاء الله في المباراه اللي هي الثالثه والاخيره في المجموعه، انه يقدر يحسم عن طريق كاب فيردي التأهل لدور ال 16.